السودانية في العاصمة القطرية. كل يأتي حاملا ما أمكنه وما تجود به نفسه من مأكولات ومشروبات تثري المائدة الرمضانية السودانية التي أعدها السودانيون في الدوحة، حرصا منهم على عيش تقاليدهم الرمضانية حيثما وجدوا. أكلات القراصة والعصيدة الشعبية نقلوها من بلدهم مع مشروباتهم الرمضانية ليفطروا عليها، يجمعهم الانتماء لتراثهم وتطبيق عاداتهم كما هي، متناسين تماما ما بينهم من خلافات سياسية وانتماءات عرقية مختلفة حسب ما يقولون. هي وسيلة لتمازج هذه الأعراق والثقافات والبيئات المختلفة. فيعني في رمضان هذه التجمعات بتكون أداة لأنه تذوب الفروقات هذه في وقت الإفطار. في هذه الخيمة موجود السودان كله، غربا وشرقا وجنوبا وشمالا ووسطا، كل أنحاء السودان موجودة هنا الآن. السودانيون أبرز الجاليات التي تتمسك بعيش تقاليدها الرمضانية بين الجاليات الأخرى في قطر، فهم يلتقون يوميا تقريبا على الإفطار أو في أمسيات رمضانية يوطدون خلالها علاقاتهم ويبحثون فيها أمورا اجتماعية تهم مواطنيهم هنا. يعني احنا لو نسينا مثلا عاداتنا السودانية اللي حيجي بعدنا ما حيتوارثها، فلازم الاستمرارية دي تكون مني لابني للي بعده للي بعده. من واجبي كمواطنة سودانية أن أسأل عن إخواني وأخواتي، وكذلك أحكي تراث بلدي وأتراحم وأتواصل مع أهلي. وكما أن للعبادة مكانا في أمسيات رمضان، هناك فرصة أيضا للترفيه بعد الإفطار وأداء الصلاة. حميمية اللقاء بين أبناء البلد في الغربة تدفعهم لترديد ما يحفظون ويحبون من ترانيم وأهازيج شعبية ترسخ فيهم العاطفة والانتماء لبلدهم ولتراثهم الرمضاني. الحلو مر، شراب طبيعي خاص يصنعه ويشربه السودانيون في ليالي رمضان، وكأنهم بذلك يريدون عيش حلوهم ومرهم في هذه الليالي التراثية وفي كل مكان يعيشون فيه. عمر خشرم، الجزيرة، الدوحة.